خوتي المغاربه السلام عليكم. خوتي داكشي اللي كنا كنحضروكم منه في الفيديوهات ديالنا السابقه ها هو خوتي. شوفوا نهايه كاس العرب في الجزائر، شوفوا يعني ثلاث مقابله كيفرحوا، ولكن شوفوا هنا، شوف حشومه وعيب وعار، وهادشي اللي كنا كنحضروكم منه دائما. حشومه راه كتجمعنا، كيجمعنا الدم والعروبه والاسلام والجوره، حشومه. وحنا راه ضيوف عندكم، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على اكرام الضيف، وفي الحديث كيقول عن ابي هريره رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. وهذا هو اكرام الضيف. غلبتوا مع الجمهور، يعني انتم شفتوا كيفاش كان استفزازات ديال الجمهور، اللاعبين اللي هما لاعبين صغار يعني قاصرين، لاعبين مراهقين وتصفير حشومه. وهذا الشيء راه سيفيا بينير، هذا الشيء هذا راه كان كيبان من خلال يعني ذاك الشحن اللي كاين في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء راه هضرنا عليه، عينا ما نحضروا منه، عينا ما نقولوا باللي ذاك الشيء ديال المواقع يقدر يترجم للواقع، وذاك الشيء اللي كنشوفه اخوتي. ولو ان هذا اللاعب يعني في حاله يعني خساره، وحنا كنعرفوا الوليدات صغار يقدر يتلفظ بشي حاجه، انا ما عرفتش شنو وقع، انا شفت الفرحه، ولكن من بعد كنشوف اللاعبين كيضربوا في الوجه، كيدخلون يعني تجمعوا كل شيء ماشي كيجري، وهذا الشيء هذا راه جاي من بعد يعني هذا الشحن اللي كاين في مواقع التواصل الاجتماعي. حشومه وعيب وعار، كما قلت لكم كتجمعنا العروبه والاخوه والدم والجوره، هذا الشيء هذا كامل، والاسلام الاسلام كيجمعنا. حشومه يعني الانسان على بو سبه، يعني انتم شو اخوتي، المهم هما الصور قطعوها بالزربه. هذا الشيء اللي كنا كنحضروا منه دائما، الاعتداء على الحارس، يعني اللي بان لي انا الحارس وبعض اللاعبين، يعني كره القدم هي هذه، الرياضه هي هذه، بالعكس حنا خصنا نبينوا ونبرهنوا للناس، الدول غادي يضحكوا علينا، يعني وليدات صغار، وليدات يعني اقل من 17 سنه والبلوكيس وحشومه. المهم هذا الشيء اللي عندي ما نقول اخوتي، وهذا الشيء راه كنحضروا منه، لان هذا الشيء هذا اللي واقع مواقع التواصل الاجتماعي غير عادي، يعني هذا كيتجاوب مع هذا كيسب هذا، وقلت لكم هذا الشيء هذا يقدر يترجم للواقع اخوتي، وحنا كنشوفوا للاسف. تهلاو لي في راسكم اخوتي، ليله سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكره راه فيها الخاسر والغالب، هاني الانسان خسر يهني بعطياتهم، حتى دول الغرب كيخسروا كيدرعوا بعطياتهم كيهنوا بعطياتهم، وحنا يعني اطفال صغير صغار شنو غادي نوريو يعني الجيل ديالنا وليداتنا، نوريهم هادشي هذا، هادشي هذا غادي يزيد يخلق غير العداوه وحشومه. هادشي اللي نقول. ليله سعيده اخوتي.